السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الإستر فاليو والإستر برسنتج في الفولاتايل أويل. إحنا اتفقنا زي ما قلنا قبل كده، الفولاتايل أويل ده ميكتشر من حاجات كتير جدا. أنا بهتم بكل فولاتايل أويل في كل نبات بحاجة معينة، قلتلك اللي هي المين أكتف كونستيتوانت اللي بيكون نسبته أعلى نسبة موجودة في النبات بتاعي. طيب النهاردة هنتكلم عن الإستر اللي موجود في الفولاتايل أويل، تمام؟ طيب بيقول لحضرتك ملحوظة كده إن الإستر فاوند آر موستلي ذا أسيتيتس أوف ألكوهول أوف ذا فورميلا. يعني الإستر بتاع حضرتك بيتكون، إحنا عارفين الإستر بيتكون من أسيد أورجانيك أسيد وألكوهول أو أورجانيك ألكوهول. الألكوهول بتاع حضرتك بيكون الأسيتايل أو الأسيتيك أسيد هو الأسيد بتاعك، لكن الألكوهول بيكون بقى الإيه اللي موجود جوه النبات، سواء كان اللينولول او غيره من او السانيتيلول او كده يعني، او غيره من الالكوهولز اللي بتبقى موجوده في النبات. يبقى الاستر في النبات بيتكون من الكهول، تمام، اللي هو اللينولول او ايا كان الحاجه اللي هنشتغل بيها، مع الاسيد اللي هو غالبا بيكون الاسيتيك اسيد، وده بيكون مونو بيزك. يعني ايه مونو بيزك؟ يعني واحد اسيد بيتفاعل مع واحد الكهول، ما بيكونش الالكهول ده بيتفاعل مع اتنين اسيدز فقلت داي بيزك. لا انا بقول لك مونو بيزك، يعني ايه؟ يعني واحد اسيد بيتفاعل مع واحد الكهول، تمام، عشان النسبه بتاعتي في الاخر هيكافئ واحد من ده هيكافئ واحد من ده، تمام. طيب الاويل اوف برجموت، بقول لحضرتك ان او الاويل اوف لافندر بيحتوي على حاجه مهمه جدا اسمها اللينالايل اسيتيت. اللينالايل اسيتيت and should contain not less than 34% of this ester، تمام. يبقى هو بيحتوي على ايه يا جماعه؟ لينالايل اسيت. طيب فبنقول ان اللينالايل اسيت بيكون هو الموست كومن، تمام، ونسبته بتكون مش اقل من 34%. طبعا لو اقل من 34% يبقى ادلتريتد، خلاص. طيب هنا انا ما حددتلكش رينج عشان نتكلم فيه، انا بقول لحضرتك ان هو مش اقل من 34%، ما قلتلكش الماكسيمم بتاعه كام، تمام. البرنسبل بتاع الاساسي بتاعك بقول لك خد بالك ان احنا هنا عندنا استر، الاستر ده بيتكون زي ما قلنا من الكحول واسيد. انا هعمل ايه؟ هعمل سابونيفيكيشن للاسيد بتاعي، بمعنى الاسترز ونفلاكسد وذ الكوليك بوتاسيوم هيدروكسيد. انا جبت الكوليك بوتاسيوم هيدروكسيد ليه الكوليك؟ علشان الاويل ما بيدوبش في الميه، لا ده بيدوب في الالكوهول. طب ليه انا عايز الاويل يدوب في الالكوهول؟ عشان ازود السيرفيس اريا بتاعت الرياكشن، الرياكشن اللي ما بين البوتاسيوم هيدروكسيد وما بين الاسيد اللي جوه الالكوهول. طيب احنا قلنا ان هو مونو بيزك، يعني ايه؟ يعني كل واحد الكوهول هيتفاعل مع واحد اسيد. يعني لو جبت انا عدد الاسيدز يكافئ عدد الالكوهول، يعني لو جبت نسبه الاسيدز يبقى تكافئ نسبه الالكوهول اللي موجود، يعني تكافئ نسبه الاستر اللي موجود عندي، تمام. طيب فانا بقول لحضرتك ان الالكوليك بوتاسيوم هيدروكسيد هيكسر الاستر بوند اللي ما بين الالكوهول والاسيد، وهيتفاعل مع الاسيد عشان يكون لي السولت، البوتاسيوم سولت بتاعي. طيب بقول لحضرتك ان هو ريفلاكسد وذ الكوليك بوتاسيوم هيدروكسيد ار هيدرولايزد اند اللي هي سابونيفايد اند يلد ذا فري الكوهول اند ذا بوتاسيوم سولت كورسبوندينج تو ذا اسيد كومبوننت اوف ذا استر، اللي قلنا غالبا ما بيكون الاسيتيت، تمام. Since most ester which occur as normal constituent are esters of monobasic acid، زي ما احنا قلنا monobasic acid معناها ايه؟ The process of saponification may be presented by the following reaction. بقول لحضرتك ان ال RCOOR dash زائد ال KOH هتطلع لي ال RCOOK زائد ال R dash OH. ال R dash اللي هو بتبقى من زي ما احنا قلنا دي خاصة بالجزء الالكوهول، لكن ال R دي خاصة بالجزء الاسيد. هنلاحظ هنا ان هنا RCOOR يعني هنا مونو بيزك، مونو بيزك. بقول لحضرتك فور اكزامبل الاستر بيبرمنت اويل كونسيست شيفلي اوف مينثايل استيت، زي ما قلنا الاستيت هو غالبا الاسيد اللي بيبقى موجود الاستيك اسيد، which on sabonification with alkali gives free menthol والبوتاسيوم استيت. يبقى الالكوهول بتاعي كان المنثول، البوتاسيوم استيت هو السولت اللي اتكون عندي نتيجه تفاعل بوتاسيوم هيدروكسيد مع الاسيتيك اسيد اللي كان مكون الاستر مع المنثول، وده الرياكشن بتاعي، دي التفاعل بتاعي. اهو هتلاحظ المنثول اهو لحد الاتش دي. طيب
اتكلمنا هنا عن الميثايل استيت، وقلنا ان هنا ده ال OH وهنا ال CO CH3 اللي هي في الاخر مع كي او اتش هتتحول ل CH3 COOK، تمام، وال H هتدخل هنا مكانها وهيتكون من الميثيل اهو زي ما احنا قلنا، وال CH3 COOK. The number of milligrams of KOH required to signify 1 جرام of the oil represent the ester value or the ester number. ركز معايا بقى عشان دي مهمة. بقول لك ان عدد المليجرامز بتاعت الكي او اتش اللي بتتفاعل اللي انا حطيتها في التيتريشن بتاعي اللي مسؤولة عن ان هي تعمل سابونيفيكيشن لواحد جرام من الاويل بتحدد هو الاستر فاليو او الاستر نمبر اوف ذا اويل. طب انا استفدت ايه من الاستر فاليو او الاستر نمبر؟ ما انا ممكن احسب الاستر برسنتج زي الباقي. استفدت هنا لو انا مش عارف المولكيولار ويت بتاع الاويل بتاعي يبقى احسب الاستر فاليو او الاستر نمبر بتاعي، تمام. يبقى لو انا مش عارف المولكيولار ويت بتاع الاستر بتاعي، انا مش عارف ايه هو الاستر اللي معايا، انا عارف ان في استر جوه الاويل ده لكن انا مش عارف اسمه، فبالتالي مش عارف المولكيولار ويت، فعايز احدد الكونسنتريشن بتاعه احدد الاستر فاليو او الاستر نمبر، تمام. ده تنفع للاويلز اللي فيه كميات قليله قوي من الاستر، وبالتالي لو الاستر فاليو طلعت قيمتها كبيره يبقى الاويل ده ايه؟ ادلتريتد، لان هو خاص بالاويلز اللي فيها كميه قليله من الاستر، تمام. طيب بعد كده هنقول البروسيجر بتاعتك. ايه هي البروسيجر بتاعتك؟ بقول لك خد بالك هتاخد اكيوريتلي 5 مللي اللي هو بيكافئ 4.53 جرامز اوف ذا فولاتايل اويل ان ا دراي الكالاي ريزيستنت هارد كونيكال فلاسك. يبقى هناخد 5 مللي اللي هي بتكافئ تقريبا 4.5 جرام من الفولاتايل اويل، اد 5 مللي اوف نيوتراليزد ايثانول تو ديزولف ذا اويل اند نيوتراليز ذا فري اسيدز ان سولوشن وذ 0.1 نورمال ايثانوليك بوتاسيوم هيدروكسيد. ركز معايا بقى. بقول لحضرتك خد بالك ان احنا هنعمل، انا معايا اويل عايز ادوبه، هدوبه في ايه؟ في ايثانول زي ما اتفقنا. طيب حلو، هتضيف 5 مللي من نيوتراليزد ايثانول. يعني ايه نيوتراليزد ايثانول؟ الايثانول احنا عارفين ان هو ليه الكالاي كاركترز، تمام، او بيزك كاركترز. طب انا مش عايزه يكون له بيزك كاركترز، لان لو ليه بيزك كاركترز هيأدي نفس دور الكي او اتش، لا انا مش عايزه يكون له الدور ده. طب انا هعمل ايه بقى؟ انا دوبت في نيوتراليزد ايثانول عشان ما يتفاعلش معايا، يشتغل كسولفنت بس عشان يعمل ديزولف للاويل. طب هعمل نيوتراليز للفري اسيد. يعني ايه نيوتراليز للفري اسيد؟ هو التفاعل ده معتمد على ايه؟ معتمد على ان انا بكسر الاستر اللي بيتكون من الكحول واسيد عشان افعل الاسيد مع البوتاسيوم هيدروكسيد يكون لي البوتاسيوم سولت. طب لو في اسيدز اصلا موجوده في الوسط بتاعي نتيجه ان الاويل بيتكون من ميكشر من حاجات كتير، طب لو الاويل ده جوه اسيدز، طب مش ممكن تتفاعل مع البوتاسيوم هيدروكسيد وتكون لي بوتاسيوم سولت وبالتالي تديني نسبه غلط؟ اكيد. يبقى الحل ان انا لازم اتخلص من الاسيدز دي قبل ما اكسر الاستر. طب هتخلص منها ازاي؟ هضيف سولوشن من 1/10 نورمال ايثانوليك بوتاسيوم هيدروكسيد، تمام. يبقى هضيف 0.1 نورمال ايثانوليك بوتاسيوم هيدروكسيد. طب هتقول لي ليه مش هيتفاعل؟ ليه هيتفاعل مع الاسيدز اللي موجوده في الوسط لكن مش هيكسر الاستر؟ عشان الكونسنتريشن بتاعه مش كفايه انه يكسر الاستر ده، الكونسنتريشن بتاعه قليل، هو 0.1 نورمال ايثانوليك بوتاسيوم هيدروكسيد. طب ليه استخدمت ايثانوليك بوتاسيوم هيدروكسيد ما استخدمتش الكوليك، ما استخدمتش قصدي اكويس بوتاسيوم هيدروكسيد؟ استخدمت ايثانوليك عشان انا اصلا مدوب في ايثانول، فانا عايز البوتاسيوم هيدروكسيد يعمل نيوتراليزيشن في الالكوليك لاير اللي بتحتوي على الاويل. لو ضفت اكويس لاير هيبقى عندي 2 لايرز، فالحل ان انا عايز ازود السيرفيس اريا بتاعت التفاعل ما بين الاسيد الفري اسيدز اللي موجوده والبوتاسيوم هيدروكسيد عشان اعمل نيوتراليزيشن ليها واتخلص منها يوزنج 4 دروبس اوف الفينولفثالين سولوشن از انديكيتور. هستخدم الفينولفثالين از انديكيتور عشان يديني الاند بوينت ان انت كده عملت كومبليت نيوتراليزيشن للفري اسيدز الموجوده، وبالتالي لن تتداخل في التفاعل لما كسر الاستر. طيب to the neutralized solution هنضيف بقى 20 مللي من 0.5 normal ethanolic potassium hydroxide in ethanol 95%. طب ركز معايا بقى، ليه نص normal؟ نص normal عشان يقدر يكسر بقى الاستر ويتفاعل مع الاسيد. يبقى انا تخلصت من الفري اسيد بواحد من عشر normal،
لكن فعلت كسرت الاستر وفعلت الاسيد اللي جواه بواسطه نص نورمال ايثانوليك بوتاسيوم هيدروكسيد، وعارفين ليه طبعا الايثانوليك. طيب بقول لحضراتكم كونكت ذا فلاسك وذ ا جلاس اير كولد ريفلكس كوندنسر 1 مللي 1 متر ان لينث اند اباوت 1 سنتيمتر ان دايامتر اند بويل ذا ميكشر اون ا ووتر باث فور 1 اور. تمام. طيب هنضيف 20 مللي اوف فريشلي ديستلد ووتر and immediately titrate the excess alkali with the standardized 0.5 normal hydrochloric acid. احنا ما جبناش سيره الهيدروكلوريك اسيد في التفاعل بتاعنا. الفكره هنا ايه؟ انا ضايف 20 مللي من نص نورمال ايثانوليك بوتاسيوم هيدروكسيد. هل ال 20 مللي دول كلهم اتفعلوا؟ لا طبعا، انا ضايف اكسس عشان ارجع اعمل باك تايتريشن بنص نورمال هيدروكلوريك اسيد. يبقى الفكره عندي ان انا ضفت اكسس من الايثانوليك بوتاسيوم هيدروكسيد، اتفاعل منها مثلا 10 مللي، اتبقى 10 مللي تانيين. طب انا عرفت منين ان اللي اتفاعل 10 واتبقى 10؟ ان ال 10 اللي فاضلين دول عملت لهم باك تايتريشن اجينست الهيدروكلوريك اسيد اللي طلع للاند بوينت بتاعته 10 مللي، يبقى 10 مللي من الهيدروكلوريك اسيد اكيد اتفاعلت مع 10 مللي من البوتاسيوم هيدروكسيد، وبالتالي اللي اتبقى اللي كانت فاعل اصلا هو 10 مللي من البوتاسيوم هيدروكسيد. فهمنا؟ يبقى انا ليه عملت باك تايتريشن؟ عشان انا ما اقدرش ان انا اعمل التايتريشن بشكل دايركت على ال 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 بالبوتاسيوم هيدروكسيد على الاستر عشان يتكسر، لان انا هحتاج تسخين، فانا مش هينفع ان انا اعملها بشكل دايركت. فانا عشان كده عملت التفاعل والتفاعل تم وخلص، فاتبقى عندي اكسس من البوتاسيوم هيدروكسيد. طب انا مش عارف قد ايه اللي اتفاعل، فاضطريت اعمل باك تايتريشن اجينست الهيدروكلوريك اسيد، فالاند بوينت بتاعتي تكافئ البوتاسيوم هيدروكسيد اللي ما تفاعلش مع الاستر، وبالتالي لو طرحت التوتال من الاند بوينت تطلع لي كميه البوتاسيوم هيدروكسيد اللي اتفاعلت مع الاستر. تمام. طب هستخدم ايه كانديكيتور؟ الفينولفثالين سولوشن از انديكيتور. كاري اوت ذا سيم تايم ا بلانك ترمينيشن اوبزرفينج ذا سيم كونديشن اند كوانتيتيز بات اوميتينج ذا اويل. الفكره كلها ان انت هتشيل الاويل وتعمل نفس التفاعل مره ثانيه باستخدام البوتاسيوم هيدروكسيد ال 20 مللي. ليه؟ علشان الاند بوينت بتاعتي في البلانك ده هتحدد لي الكميه التوتال بتاعت الكي او اتش الموجوده في السولوشن. هتقولي طب ما انا عارفها، انا ضايف 20 مللي من الكي او اتش، طب ما انا عارف ده. لا، ما انت ممكن، مين قال لك ان الكي او اتش اللي في نفس الظروف دي في نفس درجه حراره الغرفه ما تكسرش منها جزء واللي اتبقى 19 مللي او اللي اتبقى ال 20 مللي كلهم؟ انت عرفت منين؟ فبتعمل البلانك في نفس الظروف في نفس الوقت علشان تعرف ان التوتال عندك كان 20 مللي او 19 مللي، عشان لما تيجي تطرح تبقى الحسابات اكيوريت. يبقى انا ليه عملت البلانك؟ عملت البلانك عشان انا عندي 20 مللي ضايفهم، لكن انا مش متاكد مليون في الميه ان ال 20 مللي هم اللي اتفعلوا، لان الانفايرمنت بتاعتي ممكن تكون كسرت لي جزء من ال 20 مللي خليته 19 مللي او 18 او 15، فبالتالي ده التوتال بتاعي اللي هو الاكيوريت توتال بتاعي خلاص. وبالتالي لما اجي انا اطرحها من الاند بوينت يطلع لي الاكيوريت فوليوم اللي اتفاعل مع الاستر. تمام. طيب بقول لحضرتك بعد كده اعمل كالكوليشن للبرسنتج اوف استر فروم ذا فولوينج فورمولا. البرسنتج اوف استر ده في حاله ان انا عارف المولكيولار ويت بتاع الاستر. لو انا مش عارف المولكيولار ويت هحسب الاستر فاليو او الاستر نمبر. البرسنتج اوف استر بيساوي ايه؟ البي ناقص الاي في الام في 100 على الدبليو. ايه هو البي؟ البي بقول لحضرتك هو الفوليوم اوف النص نورمال كي او اتش يوزد ان بلانك. ليه ما قلتش يوزد ان ذا الاكسبيرمنت بتاعتي؟ لان انا هنا بقول لك ان هو اللي استخدم في البلانك، لان انا قلت لك انه ممكن يكون 19 او 15 او ال 20 كلهم، فانا ما اقدرش احدد الا من البلانك. جميل. يبقى ده الفوليوم بتاعي سي طلع 20. الاي الفوليوم اوف نص نورمال كي او اتش يوزد ان ذا اكسبيرمنت. انهي بقى كي او اتش اللي استخدم في الاكسبيرمنت؟ ما تقوليش بقى اللي هو ال 20 مللي. لا، ده الكميه بتاعت الكي او اتش اللي اتفعلت مع الاتش سي ال اللي هي الاند بوينت. يبقى البي ناقص الاند بوينت التوتال كي او اتش ناقص الاند بوينت في الام. ايه هو الام؟ الام اللي هو الايكويفالنت، الايكويفالنت فاكتور، زي الطريقه اللي احنا بنحسبها عادي. الايكويفالنت فاكتور بتاع ايه؟ بتاعه الاويل بتاعي الاستر بتاعي يكافئ قد ايه من الكي او اتش اللي اتفاعل، او الكي او اتش ده اللي هو النص نورمال يكافئ قد ايه من الاستر بتاع اللي اتفاعل معاه.
هنحسبها مولوكولار ويت في النورماليتي على الفالنس في الفا، المولوكولار ويت بتاع الاستر في النورماليتي بتاعت الكيو اتش اللي هي نص على الفالنس اللي هو واحد في الف، يبقى المولوكولار ويت في نص على الف. تمام. طيب هتحسب لك الام في 100 عشان دي برسنتج على الويت، الويت اللي هو كام؟ ال 4.53 صح كده؟ ال 4.5 جرام. تمام. لو انا عايز احسبها فوليوم يبقى هحط ال 5 مللي. تمام. النسبه في النهايه تطلع لي ويت بير ويت، ويت بير ويت. طب لو انا شلت الويت اللي تحت دي واستخدمت الفوليوم الاويل هيبقى ويت بير فوليوم. مهم جدا في الحسابات لما تيجي تكتب لي في الامتحان الاند بوينت بتاعتك او تكتب لي البرسنتج بتاعتك، تكتب لي ويت بير ويت اور ويت بير فوليوم او فوليوم بير فوليوم على حسب الحسابات بتاعتك. تمام. طيب each milli of نص نورمال الكوليك بوتاسيوم هيدروكسيد از ايكويفالنت تو الارقام اللي انت شايفها دي بقى. كل من فايل استيت انت ما بتحفظش، انت بتعرف تحسب المولكيولار ويت هضربه في النورماليتي على الفالنسي في 1000 خلاص، ده يطلع لك الايكويفالنت تحطه مكان الام هنا، وانت طبعا عارف البي والاي وبالتالي والويت، فانت بالتالي البرسنتج اوف استر هتطلع معاك. تمام. فهمنا فكره التفاعل. يبقى تاني فكره التفاعل بشكل سريع، ان انا جبت الاويل وفعلته مع البوتاسيوم هيدروكسيد ايثانوليك بوتاسيوم هيدروكسيد، راح مكسر الاستر لالكوهول واسيد، البوتاسيوم هيدروكسيد شاف الاسيد فتفاعل معاه كون البوتاسيوم صولت. طب حلو، هل كل الالكوهول اتفاعل؟ لا مش كل الالكوهول اتفاعل. طب الباقي من الالكوهول اللي ما اتفاعلش، رحت عامل له تايتريشن اجينست ال HCl، وبالتالي ال HCl مع ال KOH هيكون لي السولت بتاعي، وبالتالي انا هنا عرفت كميه ال KOH اللي ما اتفاعلتش، اطرحها من التوتال يطلع لي كميه ال KOH اللي اتفاعلت مع الاستر، وبالتالي انا عرفت كميه الاستر اللي موجود. تمام. طيب calculate the ester value or ester number from the formula. طيب خد بالك بقى هنا من الحسابات عشان نركز فيها شويه. بقول لك البي ناقص الاي، البي احنا اتفقنا هي التوتال اماونت اوف ال KOH، انت ضفت قد ايه من الالكول الكي او اتش بتاعك. تمام. اللي هو في البلانك يعني، ناقص الاي اللي هي الاند بوينت في 0.28005. طيب خد بالك بقى ليه استخدمت هنا الرقم ده، الرقم ده هيبقى ثابت في كل الاستر نمبر اللي انت هتشتغل بيه، اللي هيختلف معاك بس البي والاي والدبليو، الدبليو اللي هي الويت يعني. طيب ليه بقى الرقم ده ثابت؟ لان ده حسبته ازاي؟ انا قلت لك الايكويفالنت بيساوي المولكيولار ويت بتاع الاستر في النورماليتي على الفالنس في 1000. طب لو انا مش عارف المولكيولار ويت بتاع الاستر، ممكن استخدم المولكيولار ويت بتاع كي او اتش، استخدم المولكيولار ويت بتاع كي او اتش، المولكيولار ويت بتاع كي او اتش ب 52 تقريبا، هضربه في ال في نص اللي هي النورماليتي على الفالنس اللي هو بواحد في 1000. تمام. فهتطلع عندك النسبه بتاعتك خلاص. طيب انت قسمت تحت على 1000 لان انت شغال بالملي جرام، يعني انت شغال هنا جرام فانا عايز احولها لملي جرام، فطلعت معاك النسبه ملي جرام صح كده؟ يعني ال 0.2805 او ال 05 يعني دي كانت ايه؟ الايكويفالنت بالملي جرام، بمعنى ان انا جبت المولكيولار ويت بالجرام ضربته في النورماليتي اللي هي نص على الفالنس اللي هو واحد في 1000، ال 1000 اللي تحت دي ليه؟ عشان احول الجرام لملي جرام، عشان احول قصدي الملي جرام لجرام. تمام. طيب فضربتها في 1000 على الويت. تمام. طيب تمام. طيب بقول لحضرتك خد بالك بقى ان انا هنا ضربتها في 1000، لا هنا ال 1000 دي هتشيلها. تمام. لان انا هنا ال 1000 دي لو انا شغال بالملي جرام، يعني لو ال 28% دي بالملي جرام والويت هنا كان، انت عارف ان الويت 4.53 تمام جرام، فانا عايز احول الجرام اللي تحت ده للملي جرام، فالكلام كده هيكون منطقي شويه، لكن ما ينفعش ان انا اعمل كده. يعني هنا الويت اللي تحت ده لو بالملي جرام فانا فوق معايا بالجرام، فهضرب ده في ال 1000 فيطلع لي النسبه بتاعتي خلاص. يعني لو الويت 4.53 ده اصلا ملي جرام، طب ما انا عايز اللي فوق يتحول ملي جرام، ما ينفعش اقسم جرام على ملي جرام، لا يبقى الجرام هنا اللي هو ال 0.2805 هضربه في 1000 عشان احوله ل ملي جرام واقسمه على الملي جرام. لكن انا اصلا في النسبه بتاعتي انا قاسم على 1000 في الحسبه بتاعت الايكويفالنت، قسمت على 1000، وبالتالي لما قسمت على 1000 حولته من
الملي جرام للجرام. طب هو تحت اصلا جرام، يبقى خلاص انا مش محتاج اضرب في الالف دي. فهمنا الالف دي بستخدمها امتى؟ طيب في شويه نوتس كده على البروسيجر بتاعتك. بقول لك الكوانتيتي اوف ذا اويل ويت ان ستيب 1 شود بي سيوتابل so that the amount of alkali added is at least double that theoretically required for hydrolysis. خد بالك بقى، لو انا عارف theoretically ان انا هحتاج 10 مللي من الكي او اتش عشان يكسر الاستر، فانا ما ينفعش اضيف ال 10 مللي، لا انا محتاج اضيف 20 مللي عشان نسبه الخطا. يبقى لو انا محتاج 10 مللي بس، التجربه هتتعمل في 10 مللي، الاستر هيتفاعل مع 5 وهيتبقى اكسس 5 فهشتغل بيها. لا، اعمل دبل للكميه. ليه؟ عشان النسبة الصغيرة دي مش هتطلع لك رقم يعني acceptable logic، مش رقم logical، وبالتالي انت مش هينفع الحسابات بتاعتك ما تكونش logic، فبالتالي انت لازم تعمل doubling للكمية بتاعت ده وبتاعت ده، فبالتالي ال alkali added is at least double the theoretically required، لازم يكون ضعف الكمية اللي هي مطلوبة أصلا. يعني لو مطلوب منك 10 مللي تضيف 20 مللي، تمام؟ طيب neutralization of the free acids which may be present in the oil is required or is carried out in step 2 to avoid the effect of the of their presence in the oil. طب الكلام منطقي بقى، احنا شرحناه ان انا ليه عملت النيتراليزيشن للفري اسيدز عشان ما تتدخلش في التفاعل بتاعي. الالكوليك نوت اكويس ليه برضو؟ علشان قلنا السامونيفيكيشن، لان الاويل از سوليبل ان سترونج الكوليك سولوشن، عشان كده انا ضفت ايثانول 95%. لو خدت بالك ان انا قلت لك ان الايثانول كان 95% لان الاويل از سوليبل ان سترونج الكوليك سولوشن، تمام؟ طيب وقلنا ليه الكوليك مش اكويس. بعد كده بلانك اكسبيرمنت از ميد ان اوردر تو ديترماين ذا اماونت اوف الكلاي. زي ما قلت لك ان هنا الاماونت اوف الكلاي الاكشوال اماونت، تمام؟ مش ثيوريتيكال، مش اللي انا كاتبها ان هي 20 مللي، يبقى ده 20 مللي ممكن 19 زي ما قلنا، ممكن 15 على حسب الكميه. The difference between the number of milli من النص نورمال كي اتش ادد اللي هي التوتال على ناقص النمبر بتاع ال HCl required هيطلع لك الكمية اللي استخدمت في السامونيفيكيشن. The alkali consumed in the سامونيفيكيشن. طب the blank should require an excess of about 100% over the amount used in determination. يعني بقول لك زي الفكرة بالظبط. لما قلت لك خد بالك ان انت في العادي بتعمل doubling لكمية ال QH عشان الرقم بتاعك يطلع صحيح، ما ينفعش انت شغال في التجربة بتاعتك ب 20 مللي تيجي انت تقول لي لا ده انا اصلا هحتاج 10 مللي، فاشتغل هنا بالعشرة. ليه اشتغل بالعشرين في العشرين في الثانية عشان يطلع الرقم acceptable؟ لا، اللي هنا اشتغلته هو اللي هنا اشتغلته، يعني العشرين ملي اللي اتضافوا هنا هم من العشرين ملي اللي يتضافوا هنا، حتى لو انا عارف ان التجربة تتم بعشر ملي، بس انا اشتغلت في التجربة بعشرين لان انا لازم اعمل دبلنج كمية عشان يطلع logic. هنا استخدمت دبل الكمية، تمام؟ طيب the formula in 7 بقول لحضرتك رقم 7 يعني كانت الاستر از مونو بيزك، بتفترض ان الاستر مونو بيزك، وبالتالي الايكوفالنت اوف 1 مللي اوف نص نورمال كي اتش اوف ذا كورسبوندينج استر از درايفد فروم ذا مولكولار ويت اوف ذا استر. يعني بقول لحضرتك خد بالك اللي هي يعني مولكولار ويت في النورماليتي على الفالنس في 1000، لو ما كانتش مونو بيزك كانت داي بيزك يبقى تقسم على 2 لان الفالنس هيكون بيساوي 2، او لو هي مونو بيزك يبقى الفالنس بيساوي 1. هي دي معنى الجمله اللي قدامك دي، تمام؟ ودي حسبه الايكوفالنت بتاعك. هتقول لي خد بالك بس عشان لو ركزنا بس، هتقول لي هنا المولكيولار ويت اهو بتاع المنثال استيت. طب ليه قسمت على الاثنين؟ انا ما قسمتوش على اثنين، انا ضربه في نص، يعني واحد فوق والاثنين تحت، فالاثنين نزلت تحت في 1000. طيب الاستر may also be expressed by the ester number، ممكن اعبر عنها بالايه؟ الاستر نمبر زي ما قلنا، which is defined as the number of milligram من البوتاسيوم هيدروكسيد required to sublimify the ester present in 1 gram. يعني عدد الملي جرام من الكي او اتش اللي هتعمل سامونيفيكيشن ل 1 جرام من الاويل، تمام؟ او العدد الاستر اللي موجوده جوه 1 جرام من الاويل، تمام؟ طب استخدمها امتى؟ بيقول لك ان انت تستخدمها لو انت الاستر بريزنت ان ذا اويل از انون، سينس ذا نوليدج اوف ذا مولكولار ويت اوف ذا استر ازنت ريكوايرد، مش محتاج ان انت تعرفها. فبيقول لك ان المولكولار ويت اوف الكي او اتش بيساوي 56.09 1 ملي من النص نورمال كي او اتش ان ايكويفالنت تو، بقول لحضرتك بقى هيبقى ال 0.02805 which is the factor used. بقول لحضرتك ان هي ايه النسبه بتاعتك 59 في النورماليتي اللي هي بنص على الفالنس اللي هو بواحد في 1000، خلاص؟
Lister number are frequently used for the oil which contain very small amount. زي ما قلنا very small amount of ester. لو الكمية كبيرة ما ينفعش استخدمه، لازم اعرف الاستر بتاعي واعرف البرسنتج بتاعي. لكن انا هنا عايز احدد الاستر اللي موجود، لان انا خد بالك كل اويل ليه استر، او كل الاستر كل استر ليه استر فاليو خاصة بيه. مفيش اتنين استر ليهم نفس الاستر فاليو، فانا عايز اعرف في هنا استر ولا لا، وهل مفيد ولا مش مفيد، فبعمل له استر فاليو عشان اعرف النسبة بتاعته. لو طلعت النسبة بتاعته لوجيك يبقى هو مش ادلتريتد، يعني لو طلعت النسبة قليلة لان انا شغال على اويل نسبته قليلة، فمنطقي جدا ان الاستر فاليو تكون قليله. وبالتالي لو طلعت هاي استر نمبر او استر فاليو يبقى بالتالي انديكيتيف، لان في حاجه اسمها ادلتي ريشيو. تمام. طيب هنشتغل بعد كده على حاجه اسمها ترمينيشن اوف فري الكوهول ان فولاتايل اويل. نفس الفكره بالظبط، هنا بعمل ايه؟ الفولاتايل اويل قلت لك جواه استر، جواه الكوهول، جواه فينول، قلنا قبل كده جواه الدهايد، جواه كيتونز، حاجات كتير جدا اشتغلنا عليها. فانا هنا هشتغل على الفري الكوهول بالعقل والمنطق. انا هنا عندي الكحول صح كده؟ طب ما انا ممكن بسهوله جدا احول الالكحول لاستر واشتغل بالاستر برسنتج اللي هي التجربه اللي فاتت بالظبط. يبقى انا احول الالكحول لاستر واشتغل بالتجربه اللي فاتت صح؟ طب لو في استر اوريدي موجود، لو انا حولت الالكحول لاستر يبقى انا ما حددتش كميه الفري الكحول، لان كل الالكول هيتحول لاستر زائد الاستر اللي موجود. فلما اجي اعمل له سابونيفيكيشن بالكي او اتش هيحدد لي الكميه اللي موجوده اللي هي كانت موجوده من الاستر والفري الكول. طب ما انا ما اقدرش اطرحهم من بعض لان انا مش عارف كميه اصلا الفري الكول او الكميه اللي موجوده. طب ايه الحل؟ ان انا اقيس الكميه اللي موجوده من الاستر بالتجربه بتاعتي، عرفت النسبه بتاعتها وعرفت كميتها، احول الالكول لاستر واعمل التفاعل بتاعي، هيطلع لي كميه الالكول مع الاستر اللي موجود. طب ما انا اوريدي عارف الاستر، يبقى اطرح الكميه التوتال اللي طلعت من اللي انا عارفه من الاستر يطلع لي كميه الالكوهول. تاني انا الفكره عندي ايه؟ الالكوهول هحوله لاستر. طب ما انا اوريدي في التفاعل استر، طب اعمل ايه؟ في الاويل في استر احنا عارفين. طب ايه الحل؟ الحل ان انت تعرف كميه الاستر اللي موجوده بالتجربه اللي فاتت، تعمل له سابونيفيكيشن من غير ما تحول الالكوهول لاستر. عرفت الكميه سي 5 مللي، يبقى ده كميه الاستر اللي موجوده جوه الاويل 5 مللي. طب لو انا جيت بقى قلت لك ان انا حولت الالكوهول لاستر، فبقى عندي الالكوهول اللي اتحول لاستر والاستر اللي اوريدي موجود تمام، ورحت اعمل له التفاعل طلع 10 مللي. طب ما انا عارف ان الاستر اللي كان موجود ده 5 مللي، يبقى الفري الكوهول كام؟ 5 مللي. تمام، يبقى 10 ناقص 5 تديني ال 5 مللي. تمام. دي ملخص التجربه اللي احنا اتكلمنا عليها. تمام، يبقى اقول لك ان الالكول بريزنت ان فولاتايل اويل ساتش از المنثول والبورنيل او البورنيول اوكير وذ فري اند كومبايند از استرز، يعني فري اور ان هي كاستر. تمام، يوجوالي ذا ديتيرمينيشن اوف ذا توتال الكول اوكير فري اند كومبايند از سفيشنت تو استابليش ذا بيوريتي اند فاليو اوف ذا اويل وذ ريسبكت تو ذا تو اتس كونتنت اوف الكوليك كونستيتوانت. يعني الفكره كلها ان انت غالبا ما بتحدد الاستر والالكوهول مع بعض عشان يحدد لي البيوريتي والفاليو. خلاص، طيب احنا ده البرنسبل اوف اسي احنا شرحناه. قلت لك ان انت جبت هنا اهو او اتش هتعمل له استريفيكيشن. تمام، وبالتالي في وجود الصوديوم اسيتيت انت هتستخدم اسيتيك انهيدرايد اهو. تمام، وبالتالي في وجود الصوديوم اسيتيت هيتفاعل الاثنين مع بعض يطلع لك الاستر بتاعك. تمام، طب الاستر بتاعي اهو هفعله مع الالكول الكي او اتش يروح يكون لي السولت ده اللي اعمل له باك تيتريشن للالكول الكي او اتش عشان اطلع الكميه بتاعتي زي التجربه اللي فاتت بالظبط. البروسيجر بتاعتك ايه؟ كاري اوت ذا ميثود سكرايب فور ديتيرمينيشن اوف استر عشان اتخلص من كميه الاستر اللي موجوده، الاستر الاولانيه اعرف النسبه بتاعتها. تمام، دي تجربه لوحدها، يعني باخد كميه من الاويل واعمل التفاعل اللي فات علشان اعرف كميه الاستر، واخد كميه ثانيه من الاويل واشتغل اللي هقوله دلوقتي. الاستيليشن اوف اويل بقى، انا المفروض احول الفري الكول لايه؟ لاستر، صح؟ طب هعملها ازاي؟ ميكس 10 مللي من الاويل و20 مللي من الاسيتيك انهيدرايد. طب حلو قوي، يعني ال 10 مللي هيتفاعلوا مع ال 20 مللي يطلعوا لي الاستر. بس كده لا، حط 2 جرام اوف فريشلي فيوزد انهيدروس صوديوم استيت. ليه انهيدروس صوديوم استيت؟ لانه بيشتغل ككاتاليست، يسرع التفاعل، يسرع الاستريفيكيشن. تمام،
طيب بيقول لك support the flask and heat it with a small flame طبعا عشان نسرع التفاعل اكتر and boil gently for 2 hours allow to cool then add 50 ملي of water and heat on a boiling water bath. كل ده انا عملته علشان الاستريفيكيشن يحصل تمام. بعمل كول اند ترانسفير وبالتالي تو اسبريتور. بعد ما احطهم على السبريتور هعمل ريجكت لللور لاير, هرمي اللور لاير واخد الابر لاير تمام. كده انا عملت ايه؟ استريفيكيشن. كده انا خلاص خلصت الاسترفيكيشن بتاعي. اعمل ايه بعد كده؟ ووش ذا ستايلد اويل سكسسيفلي وذ 50 ملي اوف ساتوريتد سولوشن اوف صوديوم كلورايد تمام كونتيننج 1 جرام اوف انهيدروس صوديوم كربونيت. يبقى هضيف صوديوم كلورايد كونتيننج 1 جرام اوف انهيدروس صوديوم كربونيت. هتقول لي طب ليه ضفت الانهيدروس صوديوم كربونيت؟ ضفت الانهيدروس صوديوم كربونيت علشان انا ضايف اسيتيك انهيدرايد بكميه كبيره 20 مللي. طب مين قال ان ال 20 مللي كلهم اتفعلوا؟ ممكن ما يكونوش اتفعلوا. طب ايه المشكله لما يفضل الاسيتيك انهيدرايد كتير؟ طب ما انا اوريدي لما باجي اعمل تايتريشن او لما اجي بضيف التفاعل بتاعي بحط كي او اتش اللي انا عايزها تتفاعل مع الاسيتيك اسيد اللي اتفاعل مع الاستر او اللي اتفاعل مع الالكوهول وكون لي استر. طب لو الاسيتيك انهيدرايد موجود كتير لما اضيف الكي او اتش هتتفاعل مع الاسيتيك انهيدرايد بالاضافه للاسيتيك اسيد اللي ناتج من تكسير الاستر وبالتالي تطلع لي النسبه غلط. يبقى لازم اتخلص من الزياده بتاعه الاسيتيك انهيدرايد فضفت انهيدرس صوديوم كربونيت. الصوديوم كربونيت عمل ايه؟ ده ضعيف ما يقدرش يكسر الاستر لكنه يقدر يتفاعل مع الاسيتيك انهيدرايد. عمل لها نيوتراليزيشن, خلص كل الاسيتيك انهيدرايد اللي موجوده. لما خلص كل الاسيتيك انهيدرايد ضفت انا بعد كده الالكول كيو اتش تتكسر الاستر براحتها وتتفاعل مع الاسيد اللي موجود فيها. لكن لو ما كنتش ضفت الصوديوم كربونيت كان الاسيد اللي اتكسر من الاستر اتفاعل مع الكيو اتش بالاضافه للاسيد اللي اوريدي موجود في الوسط تمام اللي هو ناتج عن اضافه الانهيدروس اسيتيك اسيد تمام. عشان كده ضفت الصوديوم كربونيت عشان تعمل نيوتراليزيشن الانهيدروس اسيتيك اسيد الاكسس بتاعه. يبقى لما اجي اقول لك انا ضفت ليه انهيدروس صوديوم كربونيت عشان تقول لي عشان تقول ان هي تعمل نيوتراليزيشن للاكسس بتاعه الاسيتيك انهيدرايد اللي انا استخدمته في الاسترفيكيشن بتاع الاويل تمام. طيب ليه ضفت صوديوم كلورايد؟ ليه ساتوريت سوليوشن في صوديوم كلورايد؟ ضفت ساتوريت سوليوشن في صوديوم كلورايد لان انا عايز اتخلص من كل التريسز بتاع الميه, عايز اخلص من الميه كلها. ما ينفعش الوسط بتاعي يكون الكوليك ومعايا فيه ميه, هيقسم تو لايرز. فلما اضيف الحاجه لو الحاجه دي بتدوب في الميه هتطلع في اللاير اللي فوق. طب والالكوهول؟ طيب او اللاير اللي تحت؟ طب والالكوهول؟ انا عايز الحاجه دي تدخل جوه التفاعل. طب ما التفاعل جوه الالكوهول. طب ما انا ضفت الحاجه دي بتدوب في الميه فاتفصلت في اللاير اللي تحت وبالتالي الاويل هيتفصل عن الميه وهيتفصل عن الالكوهول تمام وبالتالي التفاعل مش هيتم لان الحاجه بتدوب في الميه فاتفصلت في الميه لكن الاويل اتفصل لوحده. فهمتوا؟ فانا لازم اتخلص من كل الميه اللي موجوده في التفاعل بتاعي علشان لما اضيف الحاجه بتاعتي التفاعل يحصل في وسط واحد وبالتالي السيرفيس اريا تزيد. طيب فضفت الساتوريت سولوشن اوف صوديوم كلورايد عشان اتخلص من كل الميه اللي موجوده. طيب يعني ايه اتخلص من كل الميه؟ مش هتخلص, مش معناها ان انا هشيل الميه, لا انا اشيل اي حاجه دايبه في الميه اللي موجوده. يعني اعمل سولتنج اوت لاي حاجه دايبه في الميه. فبالتالي اي حاجه دايبه في الميه يعني اي حاجه موجوده من الاويل جوه الميه هتروح للالكول كلير. ليه؟ لان الساتوريت سوليوشن في صوديوم كلورايد دخل مكانها فتبقى عندي تو لايرز, ميه جواها صوديوم كلورايد والكهول جواه التفاعل بتاعي او المواد كلها بتاعتي. اتخلص من الميه اللي جواها صوديوم كلورايد ازاي؟ هعمل شيك جنتلي وذ 20 مللي من الووتر اند ريموف ذا اكويس لير از كومبليتلي از بوسيبل تمام. يعني هستخدم سيباريتور واشيل بيه الووتر بقى اللي موجود تمام. طيب في ملحوظه فوق بقول لحضرتك خد بالك ان انا اكويس لير فروم ذا فاينل ووشنج از الكلاين تو فينول فيثالين سولوشن يوزد از اكسترنال انديكيتور. يعني ايه استخدمت الفينول فيثالين كاكسترنال انديكيتور؟ يعني خدت جزء من التفاعل بتاعي, يعني ضفت انا في التفاعل بتاعي عادي ال 50 مللي من ساتوريت سولوشن اوف صوديوم كلورايد مع ال 1 جرام من الانهيدروس صوديوم كربونيت على التفاعل. انا ضفت ليه ال 1 جرام من الانهيدروس صوديوم كربونيت؟ علشان يتخلص من الاكسس بتاعه الاسيتيك انهيدرايد اللي موجوده.
طب هو اتخلص من الكمية بتاعتي، اعرف منين ان التفاعل خلص؟ قال لك ان انا هضيف، هاخد جزء من السولوشن ده، جزء صغير، واعمل له احطه في تيست تيوب مثلا، واحط عليه فينول فيثانين كانديكيتور خارجي. طب اللون واضح ان التفاعل حصل نيوتراليزيشن، يبقى التفاعل خلص. لو اللون اسيدك يبقى التفاعل ما خلصش، لو اللون بيزك يبقى التفاعل خلص وزياده. خلاص وضحت كده؟ يبقى ليه استخدمت الفينول فيثانين؟ عشان اعرف هل كل الاسيتيك انهيدرايت خلص، ولا هل كميه الصوديوم كربونيت كفايه، ولا عايز اضيف تاني. تمام. طيب بعد كده هعمل بول للاستيليتد اويل انتو ا سمول ديش، اد 3 جرام اوف باودرد انهيدروس صوديوم سلفيت. ليه بقى هنا ضفت الانهيدروس صوديوم سلفيت؟ انا فصلت، انا شلت كل كميه الووتر عن طريق السيبريتور، يعني في سيبريتور فوق اهو، انا شلت كل كميه الووتر اللي كانت موجوده. هل كلها كلها؟ لا، في دروبس او كميه قليله جدا من الووتر ممكن تكون موجوده. فضفت 3 جرام من الانهيدروس صوديوم سلفيت عشان يسحب الميه. سحب الميه؟ هو ما دابش، هو اوريدي سحب الميه، بس هعمل فلتريشن واخد الاويل بس. يبقى انا لما عملت فلتريشن اخدت الالكوليك لير اللي جواها الاويل، والووتر فضل مع الانهيدروس صوديوم سلفيت. يبقى انا كده تخلصت بنسبه 100% من الووتر. تمام. ليه انا مش عايز الووتر في التفاعل بتاعي؟ عشان ما اعملش وسطين للتفاعل، انا عايز وسط واحد اللي هو الالكوليك لير، لان لو ضفت البوتاسيوم هيدروكسيد هيدوب في الميه. طب هو دب في الميه استفدت ايه؟ ما هو اتفصل عن الاويل، وبالتالي السيرفيس اريا قلت، وبالتالي التفاعل مش هيتم بشكل كامل. طب انا عايز اخلص من الميه كلها، استخدمت في الاول صوديوم كلورايد ساتوريت سولوشن عشان اعمل سولتنج اوت لاي حاجه دايبه في الميه، فاتبقى الميه والصوديوم كلورايد. استخدمت سيباريتور فصلت الميه. طب اتفصلت 100%؟ لا، فضل تريسز. ضفت الصوديوم سلفيت انهيدروس صوديوم سلفيت، سحب كل التريسز اللي موجوده من الميه، اتبقى الالكوهول بيور جوه الاويل، ما فيهوش اي جزء من الميه. بالتالي فلترت، اخدت الالكوهول بتاعي، عملت التفاعل بتاع المره اللي فاتت اللي هو، او التجربه اللي فاتت اللي هو انا ضفت ايه؟ الالكوهول الكي او اتش النص نورمال، وبرده عملت باك تيتريشن اجينست اتش سي ال نص نورمال، ونفس الحسابات بالظبط هشتغل بيها. تمام؟ بس الحسابات في التفاعل ده انا مش عايزها منك، مش طالب منك الحسابات دي. خلاص؟ يبقى الفكره كلها ان انت تبقى فاهم ان نفس شغل المره دي هو نفس شغل التجربه اللي فاتت، بس الفكره كلها ان انا عملت استريفيكيشن للالكوهول. الاستريفيكيشن للالكوهول ده عن طريق اسيتيك انهيدرايد، ضفت معاها اسيتيك اسيد تاني عشان يشتغل ككاتاليست. تمام؟ اللي هو صوديوم اسيتيت. طب الاسيتيك انهيدرايد انا ضايفه باكسس، اتخلص منه ازاي؟ بالصوديوم كربونيت، واخد جزء بره بالفينول فيثالين، اشوف حصل نيوتراليزيشن ولا لا، هل كميه الصوديوم كربونيت كفايه ولا لا. تمام. بعد كده ضفت صوديوم كلورايد عشان اعمل سولتنج اوت، اتخلص من كل الحاجات اللي دايبه في الميه. استخدمت سيبريتور عشان اتخلص من الميه، فاتبقى تريسز من الميه. رحت مستخدم زي ما قلنا مين؟ الانهيدروس صوديوم سلفيت عشان يسحب التريسز دي. اتبقى عندي بالفلتريشن الالكوهول جواه الاويل، رحت مشتغل بالتفاعل اللي فات بالظبط، ضفت الالكوليك بوتاسيوم هيدروكسيد بنسبه نص نورمال، وعملت باك تيتريشن اجينست الهيدروكلوريك اسيد بنسبه نص نورمال. تمام. ده التفاعل بتاع حضرتك، ودي النوتس اللي احنا شرحناها اوريدي في التفاعل. بقول لك الاستايليشن فلاسك شود سبورتد باي اسبستوس، عشان بس الهيتنج انت هتسخنها مده ساعتين وكده، فما يحصلش ديكومبوزيشن للاويل بتاعك. الاسيتيك انهيدرايد رياكتس وذ ذا الكوهول فورمينج ذا اسيتيت استر، اهو عادي، اوف ذا الكوهول اند ذا اسيتيك اسيد. يعني الاسيتيك انهيدرايد هيتفاعل مع الالكوهول هيكمل اسيتيت استر واسيتيك اسيد. لو فضل الاسيتيك اسيد في التفاعل هيتداخل مع البوتاسيوم هيدروكسيد، يبقى لازم اشيله. اشيله ازاي؟ acetylation is promoted by anhydrous sodium acetate، ده هو الكاتاليست يعني. In case of peppermint oil the acetic anhydride with the menthol forming menthyl acetate and acetic acid. طب في الستيب 2 washed with sodium carbonate ليه؟ عشان اعمل neutralization excess of acetic acid اللي فضلت فوق، اللي هو ده. الكمية دي شلتها بواسطة مين؟ الصوديوم كربونيت. To neutralize the acetic acid saturated solution of sodium chloride. ليه ضفت saturated solution of sodium chloride؟ عشان يعمل washing to minimize the solubility of the oil in water، يعني يعمل salting out. تمام. طب ليه هعمل wash للأويل؟
على انهيدروس صوديوم صلفيت عشان اعمل ريموف للسمول اماونت اوف الكالاين صوديوم كربونيت سولوشن. الصوديوم كربونيت سولوشن اللي انا ضفته اللي هو اوريدي ده فين في الميه بتاعتي، رحت انا عامل شلت التريسز بتاعه الميه اللي جواها الصوديوم كربونيت، فعملت حطيت الانهيدروس صوديوم صلفيت. ما انا برضو لازم اشيل الصوديوم كربونيت الزياده ليه؟ عشان ما تتدخليش في الاند بوينت، لان الفينولفثالين انا عايز الوسط يكون في النهايه اسيدك. طب ما لو في صوديوم كربونيت زياده ايه اللي هيحصل؟ الاسيد هيتفاعل معاها فهيديني اند بوينت بعد الاند بوينت الصح. يعني لو الاند بوينت المفروض 5 هتطلع 6 او 7 ليه؟ عشان الصوديوم كربونيت الزياده اللي دايب في التريسز بتاعه الميه لسه موجود. طب انا اعمل ايه؟ احط انا هيدرا صوديوم سلفيت يسحبه هو والتريسز بتاعه الميه. وضحت كده؟ في مشكله؟ ناخد بالنا من السكشن بتاع النهارده. السكشن بتاع النهارده فيه اسئله كتير بتيجي في الامتحان، لو حد مش فاهم حاجه انا معاكم في الكليه، ان شاء الله الموضوع يكون بسيط وسهل. تمام، شكرا.